عايزين كمان نتكلم عن اللاعبين الدوليين في أمم إفريقيا، لعيبة النادي الأهلي الدوليين في أمم إفريقيا اللي طبعا بيتصدرهم صلاح بقيمة 100 مليون يورو. تعالوا نشوف بالمناسبة الفيديو اللي جاي ده هيعجب حضراتكم، فيديو جراف عن أغلى 10 لاعبين في هذه البطولة، نشوفه ونرجع نكمل. كل التوفيق لمحمد صلاح اللي طبعا بنتمنى انه يواصل تألقه خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله مع منتخب مصر في أمم أفريقيا. خلينا بس نشوف منه كده ولو حتى ربع اللي بنشوفه معاه في ليفربول، وان شاء الله الربع ده يعمل معانا شغل زي الفل. البطولة طبعا دي هي البطولة اللي بينتظرها الجميع سواء في أفريقيا أو حتى في أوروبا، وعلى فكرة يمكن في أوروبا أكتر كمان بسبب كثرة لاعبي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية المختلفة. يعني هم الحقيقة مش مجرد لاعبين في دوريات أوروبية، ده هم من أهم اللاعبين في هذه الدوريات الأوروبية المختلفة. عندنا محمد صلاح مع ليفربول، عندنا طبعا السنغالي ساديو ماني برضو مع ليفربول، رياض محرز مع مان سيتي. الحقيقة نجوم كتيرة جدا